هعمل لكم النهارده الفراخ بالبصل المكرمل ومعاها الرز البسمتي بالحبهان. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه ونبتدي في الطبق على طول مع بعض. اول حاجه انا عندي زيت زيتون، عندي بصل ابيض مقطعاه شرايح، عندي 4 اوراق فراخ، 10 فصوص ثوم مجروشين، عود قرفه، 2 كوبايه رز بسمتي، ميه طبعا مغليه لسلق الرز، بقدونس مفروم وشبت مفروم، وربع كوب كرامبري. ممكن نستبدل الكرامبري بالزبيب. اول حاجه هنعملها او اكتر حاجه هتاخد وقت هي ان احنا نكرمل البصل، فتعالوا نعمله مع بعض. احط الاول شويه زيت زيتون، طبعا هو ده اكتر حاجه بتاخد وقت، فانا كنت مكرمله شويه بصل بس عايزه اوريكم طريقته الاول ازاي. اول ما زيت الزيتون يسخن جامد قوي هنزل فيه على طول البصل. انا عايزه البصل مش بس ياخد لون، عايزاه كمان الاول يستوي، فهوطي او هخليه على نار وسط وفي الاخر خالص هعلي النار عشان يكرمل. بياخد تقريبا من 10 دقايق لربع ساعه. الزيت بتاعي خلاص سخن، هنزل البصل. وهحط عليه على طول الملح. زي ما قلت لكم قبل كده مش هنزل الفلفل الاسود دلوقتي عشان ما يخليش البصل لونه يغمق، فما بقاش فاهمه البصل مغمق من الفلفل ولا عشان خد لون. على ما البصل يكون خلص خلاص او جاهز، تعالوا نتبل الفراخ مع بعض عشان انا عايزه احمرها الاول قبل ما انزل عليها الرز وبقيه البهارات او التوابل بتاعتي. فاللي هعمله ان انا عايزه احط الحبهان والثوم المفروم وعدان القرفه، ممكن نكسرها، وهحط طبعا شويه ملح وفلفل. هنزود الفلفل الاسود شويه، الطبق ده طعمه بيبقى حلو مبهر لما يبقى مبهر جامد بالفلفل. وهحط طبعا شويه زيت زيتون، وهي دي التتبيله اللي هتبل بيها الفراخ قبل ما احمرها. وهنزل الفراخ في الصوص ده على طول قبل ما احمرها. اقلب الفراخ حلو وتاخد كويس قوي من طعم التتبيله قبل ما تتحط على النار. طبعا لو تقدروا ان انتوا تتبلوا الفراخ من بدري شويه اكيد اكيد بتفرق في الطعم وبتستوي كمان اسرع. الفراخ بتاعتي كده اتبلت كويس، عايزين بقى نشيل دلوقتي البصل من على النار وهنحط مكان تحميره الفراخ تتحمر. نشيل البصل الاول، طبعا البصل زي ما قلت لكم استوى واتحمر، مش بس اتحمص، هتلاقوه بيبقى اطرى من البصل مثلا بتاع الكشري، لان بصل الكشري احنا بنقطعه ارفع وبياخد وبيتقلي جامد فبيبقى ارفع بكتير وبيبقى انشف. تعالوا نحط نقطه زيت وهنزل الفراخ على طول تتحمر، طبعا على الوش اللي فيه الجلد الاول. الفراخ بتاعتي زي ما قلت لكم بحمرها، عايزه بس اقلبها على الوش التاني قبل ما اشيلها وابتدي احمر الرز كمان. انا الفراخ خلاص ابتدت تاخد لون على الجنبين كويس قوي، عايزه بقى دلوقتي اطلعها واحط مكانها الرز. نجيب حاجه نطلعها، نطلع الفراخ نفس التحمير، احط على طول
الرز، وهحط كمان البصل المكرمل، واخر حاجه الكرامبري المجفف، او زي ما قلت لكم لو مش متاح ممكن نستعمل مكانه زبيب. هقلب ده كويس قوي يتحمر قبل ما انزل عليه او ارجع له الفراخ تاني. خلاص الرز بتاعي اتحمر، عايزين بقى نحط عليه الفراخ، وعلى طول هزوده الميه اكني بالظبط بعمل رز طبيعي جدا، لان الفراخ اصلا اوريدي واخده نص سوا بلس انها هتكمل سوا مع الرز. هحط الفراخ على وش الرز اكني بعمل طاجن بالظبط، وهزود الميه على طول. هزود الميه تغطي الرز وتغطي الفراخ كمان. كده تمام. وطبعا اول ما تبتدي اشوف كده حبات الرز ابتدت تبان شويه هوطي النار وهغطي عليها واسيبها تكمل سوا. طيب انا طبعا عشان وقت البرنامج فانا كنت مجهزه لكم يعني رز جاهز بالفراخ استوى، تعالوا نقدمه مع بعض. الاول بس عايزه اطلع الفراخ، هغرف الرز وبعدين احط الفراخ على وشه. طبعا الرز انا مش هشيل منه عيدان القرفه ولا هشيل منه بهاراته، لان هي دي طبعا اكتر حاجه هتدي الريحه الحلوه قوي، مديه ريحه حلوه قوي اصلا ريحه عيدان القرفه مع الكرامبري مع البصل المكرمل. تعالوا بقى نرجع الفراخ تاني. واخر حاجه هحطها على الوش هي الخضار بتاعي الشبت والبقدونس، وهحط كمان البقدونس.